جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل هذه يرجع فيها إلى الأطباء. طيب. الذين يقررونها ويعرفونها. طيب. ويعرفون سلبياتها وإيجابياتها. طيب. وإذا احتاجت المرأة إلى أخذ منع إذا أخذ حبوب لمنع الحمل لأن الحمل يضرها أو يضر طفلها الذي ترضعه وتريد أن تؤخر الحمل إلى فترة أخرى هذا يجوز عند الحاجة أما منع الحمل منعا مطلقا قطع الحمل فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة إذا كان الحمل يقضي على حياتها أو يخشى منه القضاء على حياتها فلا بأس أن تأخذ ما يقطع الحمل. نعم. جزاكم الله خيرا. على كل حال هذا يرجع فيه إلى الأطباء. طيب. نعم.